في نادي حسنيه اكادير. السؤال ديالكم بالنسبه لعدم الحضور ديالنا او انقطاع عن الحضور مقاطعه حضور الجمع العام، كان سبب الاولي والمباشر هو عدم التوصل ديالنا بالاستدعاء الرسمي ولا بتقرير ادبي ولا بتقرير مالي. هذا هو السبب تقريبا المباشر. يعني سمعنا بان هناك اجواء مشحونه يعني داخل برلمان فريق حسنيه اكادير، والرئيس يعني ما كيسمعش لكم يعني كمنخرطين، وهمشكم اش ممكن تقول لنا يعني كمنخرط فريق حسنيه اكادير؟ كنا كمنخرطين كنا بعدا كان عندنا واحد الاشكاليه ديال عدم التواصل الاعضاء بيناتنا، ولكن تقريبا في الشدائد كيبانوا الرجال تقريبا. بدات الازمات ديال الحسنيه من نهايه ديال كاس العرش، بداو المنخرطين كيتحسوا الخطر، كيتحسوا الخطوره فاش غادي الحسنيه. بدينا كنتجمعوا مره 10 15 20 حتى ولينا كنوصلوا 30 32 منخرط، من 54 منخرط ولا 46 منخرط بالضبط، لان الاشكال الكبير حتى اللائحه ديال المنخرطين ما كاين عندنا. ملي كنسولوا على راسه براسه كيقول لك انا ما عنديش. بقينا كنجمعوا ونجتمعوا، جاو القرارات الانفراديه ديال السيد الرئيس المتسرعه ديال الاقاله ديال كاموندي. من بعدها جات انتم راكم على دريه بهذه الامور كلها، جات التعاقد ديالو مع محمد فاخر، وما تبعدك من هرج وبرج وخروج ديال المحبين وديال الساكنه وديال الانصار ديال الحسنيه والمطالبه بالرحيل ديالو. جلسنا معاه شي 4 الخطرات ولا 5، وكان ودائما الخطاب ديالنا كان كيقول بان احنا في هذه الظرفيه ما غاديش، احنا غنحاولوا نساندوك، نحاولوا نتعاونوا معك. دائما ما عمر كانت عندنا شي نيه ديال نزيحوه من 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 رئاسه حسنيه اكادير. ديما شنو هو اللي كنا كنقولوا انتم ماشي 13 واحد ولا 14، كاين الناس اللي ما كتشتغل، الناس اللي بغات دير غير البادجا، الناس اللي بغات تمشي غير لمصر وبغات تمشي غير لزوج ديال الموسم الاخر. قلنا اللي طعم المكتب واحد 4 ولا 5 الناس، ولك كامل الاختيار، ما غادي نفرضوا عليك لا زيد لا عمر، انت دير كل شيء. كيوعدنا ولا يوفي بوعده. حتى البارح ما بقاش المطالب ديالنا، دابا غير ديالنا المطالب ديالنا هو الاستقاله ديال المكتب كله. يعني هناك ما يعني من يتهم بعض المنخرطين يعني بتاخير الجامع من اجل يعني ترشحكم انتم للرئاسه، اشنو ممكن تقول في هذا القول؟ كنشكرك على اول بعدا اول حاجه انا لم اكن مقترحا للرئاسه الا من نهار تقريبا من نهار السبت، هذا السبت الفايت هذا تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام. وانا ما كنتش كاع حاضر، انا كنت في مدينه اخرى وعيطوا لي قالوا لي كنقترحوا بان نديروا اللائحه ديالنا. قلت لهم بسم الله، اذا انا ماشي في فرط رشيد، الاخوان المنخرطين هم اللي اقترحوني، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه التاخير كيجي دابا، انا نقول لك بان دابا انا كنظن حتى التقرير المالي ولا ادبي راه باقي ما كاينش حتى دابا، يعني لم تتوصل لحدود الساعه. مشينا هو العبارتي فين غنقول بان اخرنا ودرنا، هو لا توصلنا بالتقرير الادبي والتقرير المالي وبقينا كنماطلوا وما كنحضروش ولا الامور راه واضحه. يعني ماذا يمكن ان تقدم يعني في حاله يعني تم ترشيحك للرئاسه للفريق، وكنعرفوا ان الفريق يعني غارق في مجموعه من الديون، شنو الاضافه اللي ممكن انك او الوصفه السحريه ان صح التعبير اللي غادي تقدمها من اجل انقاذ فريق حسنيه اكادير في ظل الاوضاع الكارثيه اللي كيعيشها؟ اول حاجه هذا مقترح، لان هذا مقترح ولا مشروع رئاسه ديال فريق حسنيه اكادير. اول حاجه انا اؤمن بالعمل التشاركي، اؤمن بروح الفريق. الاشكال اللي كاين دابا عند السيد الرئيس هو تسيير انفرادي وعنده تسيير عشوائي، لان الامور الا كانت اون بون جيستيون انا كنظن بان الحمد لله الحسنيه عندها موارد ديالها وعندها منقولات ديالها وعندها امور ديالها اللي تقدر تسير بها الامور. انا اللي غنقول لك دابا لكل حديث حديث، حتى ذاك الوقت ان شاء الله ونوضح ان شاء الله غادي نديرو. شكرا.